فتش عن أعز الأشياء إلى قلبك، ذلك الشيء الذي ينفطر قلبك إن فارقته، ثم ألقي به بعيدا، ألقي به بعيدا في الحال، بحيث لا يستطيع أحد العثور عليه أبدا. وهكذا إذا وجدت أن نجاحك لم يعقبه فشل، فاعمل على استخدام هذا العلاج الذي نصحتك به لتدرأ الخطر عن نفسك. قرأ بوليكراتيس الرسالة واستحسن النصيحة، فبدأ يبحث في كنوزه عما هو أثير على نفسه ويحزن لفراقه، فوجد أخيرا ضالته في الخاتم الذي يمهر به رسائله، والذي اعتاد وضعه في إصبعه، وهو من الذهب وتحليه زمردة. قام بصنعه صائغ ساموسي يدعى ثيودوروس ابن تليكليس، وبعد أن استقر رأيه على إلقاء الخاتم في البحر، أمر بتجهيز إحدى سفنه الحربية وصعد إليها، وأعطى أوامره لأن تبحر حتى تصل إلى عرض البحر. ولما ابتعدت كثيرا عن الشاطئ، خلع خاتمه على مرأى من الجميع في السفينة، وألقى به في البحر، ثم عاد إلى الجزيرة، وذهب إلى قصره، وهو يرثي كنزه المفقود. بعد ذلك بخمسة أيام أو ستة، اصطاد أحد الصيادين سمكة كبيرة رائعة، لدرجة أنه قرر تقديمها هدية لبوليكراتيس، فأخذ السمكة إلى قصر الملك وطلب الإذن بالمثول بين يديه، ولما سمح له قدم له السمكة قائلا: مولاي، عندما اصطدت هذه السمكة لم أخذها إلى السوق لأبيعها هناك، بالرغم من أنني رجل فقير يعيش على بيع ما يصطاد، بل قلت في نفسي إن هذه السمكة التي عز نظيرها لا تصلح إلا لبوليكراتيس وعظمته، لذلك أحضرتها إلى هنا لأقدمها لكم. سر الملك كثيرا لما قاله الصياد، وأجابه: لقد أحسنت الصنع، وإنني لمدين لك بالشكر المضاعف، لكلماتك من جهة، ولهديتك من جهة أخرى، ولذا أدعوك لتناول طعام العشاء معي. عاد الصياد إلى بيته وهو يشعر بالاعتزاز والفخر للدعوة التي تلقاها، وفي أثناء قيام الطباخين بتنظيف السمكة وتهيئتها، وجدوا الخاتم في جوفها، فأخذوه فرحين إلى بوليكراتيس وأخبروه كيف وجدوه، فاعتبر ذلك من صنيع الآلهة، وبعث لأمازيس في مصر برسالة يعلمه فيها بكل ما جرى. ولما قرأ أمازيس الرسالة أدرك أنه لا يمكن لأي امرئ أن ينقذ غيره مما خبأه له القدر، وأن بوليكراتيس الذي خدمه حسن طالعه لدرجة أنه استعاد ما كان قد أضاعه عن عمد، لا بد وأن تكون نهايته غير سارة، ولتجنب الكرب الذي سيلم به عندما تحل ببوليكراتيس الكارثة.